السلام عليكم. الدوري في كل يوم يثبت قوته، لا فرق بين مقدمة الترتيب أو أصحاب المراكز المتأخرة. الملعب فقط هو العنوان وكلمة الختام. المنافسة على الدوري صعبة، والشباب بعد سقوطه بالخسارة يتراجع ويطير الدوري. إلى العناوين: فوز تاريخي للعدالة بفكر وهدوء يؤكد عودته القوية. الشباب يسقط في فخ العدالة ويتراجع في سباق المنافسة. التعاون في موسم مختلف يتخطى ضمك ويصبح رابع الترتيب. كأس الملك الموسم القادم بمشاركة 32 فريق. حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. احترم تحترم، كرة القدم تعطي من يعطيها ومن يحترمها داخل الملعب. لا فرق بين كبير وصغير في أرض الملعب. كانت في دروس للشباب خلال اليومين الماضية، ومع ذلك استمر بلا تعليم من خلال احترام المنافس وتقدير المنافس. العدالة أعطانا درس كبير في كرة القدم من خلال العطاء، من خلال ليس النتيجة، من خلال التركيز والعطاء. كرة القدم تحترم وتعطي من يحترمها ويعطيها. أنا خالد الشنيف، ضيوف الكرام الكابتن أحمد عطيف، مساء الخير. مساء النور أخي خالد. كابتن يوسف المناعي، مساء الخير. مساء النور كابتن خالد. أبدأ معاك يوسف على نتائج اليوم، في مفاجآت؟ في مفاجآت طبعا. مباراة العدالة والشباب هي مفاجأة، معناها هزيمة الشباب ضد العدالة في الرياض مفاجأة فعلا. وضمك والتعاون؟ ضمك والتعاون يمكن نتيجة منطقية قياسا بالمردود والحالة الفنية للفريقين. ضمك يمر بفترة صعبة من بعد كأس العالم، الرجوع بعد كأس العالم، فريق مش قاعد يقدم معناها نفسه بالطريقة اللي كان يقدم فيها في بداية الموسم. والتعاون ثم استقرار جيد حتى في بعض النتائج اللي ساعات ما تخدموش لكنه فنيا جيد. إلى مباراة ضمك والتعاون أحمد، إيش اللي حدث فيها؟ أنا أعتقد أن التعاون استمرارية للمستويات المميزة اللي قاعد يقدمها، عكس الضمك اللي لا زال في نفس الدوام اللي قاعد يعيشه من بعد التوقف. التعاون اليوم سيطر على المباراة، كان مركز تركيز كلي، حاضر فنيا على المستوى التنظيم، كان الخطوط متقاربة، وجود لاعبين مميزين، كاكو رشيدي اليوم غير مدران، اليوم اليوم غير مدران. هذا الأحيان أنت لما يكون عندك الظروف غياب لاعب، يكون كاكو موجود، مهدي موجود، سميحان، فأعتقد مباراة ضمك لا زال زي ما تكلمنا بعض المشاكل مستمرة من بداية التوقف بعد كأس العالم بالتحديد. يوسف، إلى مباراة الشباب والعدالة، إيش اللي حدث فيها بالتحديد سريعا باختصار؟ باختصار الشباب يمكن استسهل المباراة، ما دخلش بالتركيز العالي، بالرغم سجل هدف في بداية المباراة وكان يقدر يسجل وتعامل في بعض الوضعيات مرعونة. تحس اللاعبين فاقدين التركيز، تحس اللاعبين ما يبذلوش مجهود. في المقابل العدالة لعب مباراة جيدة، احترم المنافس وقعد معناه أمن بحظوظه لآخر وقت واستحق الفوز. كله قاعد أسمع منك احترام واحترام واحترام، كلها تؤدي لهذا الأداء وهذه النتيجة يوسف؟ أكيد أكيد. تعرف كابتن خالد، كرة القدم هي تؤمن كان بالعطاء. إذا كان أنت ما تحترمش المنافسة فبطبيعة الحال الكرة تعاقبة، فهمت؟ خاطر ما فيش منافسة ضعيف في الدوري، أي منافس يقدر يكون شرس ويكون جيد. الشباب ما تعادش من المباراة اللي خسرها ضد فريق الوحدة، عاود اليوم في بنفس الشكل. بتحس ان الفريق بكل صراحة كان اليوم فريق معناها بعيد على مستواه العادي، بعيد على مستوى الشباب، الفريق المرعب. اللاعبين ما تحس ما ثماش روح مسؤولية في الفريق. بطبيعة الحال إذا كان تتعامل بالرعونة، طيب ولا العدالة ما قدم شيء، ايش فعله بالثلاث نقاط؟ لا بالعكس، قدم مباراة جيدة العدالة، مباراة جيدة على مستوى اللاعبين بتاعو، كانوا مركزين قاتلوا في المباراه. الفريق رغم في الشوط الاول معناها
كان معرض معناها للنتيجه اكثر والاهداف اكثر، لكنه صمد الفريق وتعامل مع المباراه اللي قعد صامد لين الفريق شباب وصل عمل الاخطاء واستغلهم العداله وعاقب فريق شباب لكن على الاقل. احمد على المباراه فنيه، نبدا في العداله وبعدين نروح للشباب. اول شيء ثلاث نقاط مهمه للعداله، انك انت تكسب خارج ارضك وامام منافس ينافس بشكل كبير على الدوري، يملك الفوارق الفنيه واضحه جدا، لكن وفوق هذا انك انت تخسر في الشوط الاول 1-0 وترجع المباراه تحسب للعداله والمدرب العداله عكس مدرب الشباب ولاعبين الشباب، انك انت لما تكسب الشوط تكون خسران الشوط الاول وانت في وضع اقل، والشباب ممكن في الشوط الاول كان ممكن ينهي المباراه باكثر نتيجه، الا رجع للعداله بشكل ايجابي، صحح من الاخطاء اللي كانت موجوده في الشوط الاول، المساحات في الثلث الاخير في الدفاع، استغل التحولات الهجومية عكس الشباب اللي كان ضايع جدا في الشوط الثاني بالتحديد، المساحات موجودة، الخطوط متباعدة بدنيا مشكلة ولا إيش؟ أنا أعتقد أنها تركيزيا ونظام مدرب، يعني أنت لما تيجي تشوف الشوط الثاني للأسف أنا أشوف ما في أي تنظيم داخل أرضية الملعب، المدافعين بعيدين عن خط الوسط بأمتار كبيرة، الجاب بينهم كبير جدا، المهاجمين بعيدين عن اللاعبين الوسط، فأعتقد المدرب الشباب يتحمل نتيجة المباراة. ببدأ معاك أحمد في التحولات الهجومية للعدالة، موقفين ثابت فجأة هدف. صحيح، العدالة هذا أول شيء أنت تعرف أن العدالة هو أسلوب اللي بيتخذه من الطبيعي، لكن في الهدف الأول بالتحديد رغم ان التحول صحيح، انت 9 لاعبين طالع على الامام، خطا متعب الحربي بشكل كبير، يعني انت وصلت اللاعب المنافس لداخل 18 والمنطقه هذه منطقه المهاجم، يعني انت كان بامكانك تجري 98 متر او 90 متر 90 متر تدخل 18، هذا خطا كبير. وش المفروض يعمل؟ المفروض انك انت تقابله في وسط الملعب تسوي فاول، ما تبعد عن منطقة الخطر، ما توصل. وهدف الثاني نسخة كربونية من الهدف الأول، وتكررت حتى يمكن في مباريات كثيرة في السابق أمام التعاون وعرضناها هنا في نفس الحالات، التحول تخيل 3-1 وصل في الثلث الأخير داخل 18 4-1، فهذه الأخطاء استمرارية في نفس، لكن العدالة أجادها بشكل كبير وبشكل جيد، ولكن مدرب الشباب انه كان من المفترض ان انت تعرف ان العداله يلعب على التحولات، فكان ممكن انك تحرص بهذا الشكل. انا لي تعليق على الهدف الاول، ويعرضون الاهداف وبتكلم بصراحه، الهدف الاول لا يحدث فيه الابتدائي، فريق متقدم 1-0 ويتحول اللاعب 80 متر لين يوصل، في الابتدائيه ما نشوفها بلا هويه دفاعيه، لن تنافس على الدوري بهذه العقلية الدفاعية، لن تنافس على الدوري. هذه رسالتي للاعبين الشباب، لكن برافو على ما قدمت العدالة. تفضل إذا بتعلق على هذا أهداف كابتن يوسف. أكيد كابتن خالد، تو أنت معناها أنا ساعات معناها نستغرب من أشياء، أنت تو مورينو عندك فريق كبير وفريق جيد واللي ينافس على اللقب، وأنت متقدم 1-0 وتعرف اللي فريق العداله دائما يلعب على التحولات، معناها عداله في تنظيم معناها في اللعب المنظم ما يعملش اختر كبير، اختر نتاعو لما يكون في التحولات، فانت هنا شو يلزمك اكثر حاجه تشتغل عليها في الاسبوع ولا تحضر فيها اللاعبين هو التوازن، اللي لما تكون انت تخسر كره تكون متوازن. ليش انا نسأل ليش العدد الهائل الكم الهائل من اللاعبين على الكره ثابته من فريق الشباب مشاو على الكره ثابته، انت متقدم 1-0 ومعناها ويزبك تتصرف في المباراة وتعرف المنافس جيد في الهجمات المرتدة، وتزيد ثم حاجة كابتن خالد، لو تشوف أنت في الهجمة المرتدة شوف طريقة الركض، معناها شوف سرعة الركض متاع لعيبة العدالة وفي المقابل سرعة الركض متاع لاعبين الشباب. يوسف طريقة الركض متاع اللاعبين يوسف، ثم جوانكا وقف. طيب يوسف ورجع لي في الهدف الأول، بالله الهدف الأول اللي سجل العدالة، عينك على مين؟
الهدف الاول، عينك على جوانكا وعينك على حسين القحطاني، مشيها هتمشي حتشاهدها وتوقفه. انا لا اعلم، شوف طريقة السرعه، شوف سبرنت كابتن خالد، شوف الكره الثانيه، شوف الثانيه، ايه الكره الثانيه جوانكا وحسين وقفوا هنا، وقف جوانكا، شوف جريوا شويه الكلها، معناها تشوف اللاعبين وكل، شوف وقف وكروشيفياك يركض كانه معناه يتمشى، فهمت؟ في المقابل فريق العداله، شوف راهو من اللاعبين بتاع العداله، مثلا رينالدو ليني، وتشوف مثلا تشوف عبد العزيز، عزيز جمعان، كانوا في الـ في الـ في الـ في داخل 18 صحيح، داخل 18 الرغبه كابتن يوسف بتاع شباب، هذه الرغبه زيد خطا معناها من متعب الحربي. كل صراحه تو احنا ديما نتكلم على مدربين على مستوى عالي جدا يجيوا، معناها مورينو مدرب كبير وكان في الليغ، يلزم انت لهنا يلزمك تطور من اداء اللاعبين. طيب. الهدف اللي تشوف شفناه اليوم هذا تسجل نفس الهدف تقريبا زاد في دوري ابطال اسيا، اللي المهاجم يقدم بالكره والمدافع نتاع الشباب يرد معناها مبادئ كره القدم، ثم وقت يلزمك تواجه فيه اللاعب. طيب. ما تدخلش للبوكس، هذاك البوكس خط احمر، معناها اذا كان في وضعين تاع واحد ضد واحد يلزم قبل ما تدخل الكره البوكس يلزمك تواجه اللاعب. صحيح، فهمت؟ طيب. بكل صراحه هنا نتسائل شنو هو الدور اللي يعطي فيه المدرب باش يطور اللاعبين هذوما. زاد سيفيليا مدرب العداله فاجانا في الضغط العالي في الشوط الاول، حتى في فترات من الشوط الثاني ما كان خايف، انا او ما عنده ما يخسره بالاصح. شوف هو بعد ما بدا المباراه الشوط الاول شاف وضع الشباب، ما عنده شيء يخسره، اكيد لابد انه يجازف. الشباب كان يعاني نوعا ما في خروج الكوره في غياب بانيجا، وخلنا نعترف ان غياب بانيجا هو دائما ياثر في خروج الكوره وبناء اللعب، ويعاني كثير بشكل كبير الشباب، وهذا اللي استغله مدرب العداله وقام بالضغط العالي واستغله، وكان يسهل لما يضغط ضغط عالي، مش دائما، هو اقول لك على فترات فلما كان دائما يسهل في التحول بسرعه لانه يصير مسافه اقرب، بدل ما انك تقعد في ملعبك في الخط الخلفي وتتحول، لكن اليوم سواها في الثلث المتوسط بالتحديد في الضغط العالي ونجح فيها بشكل كبير، وكان خطير، وخاصه في الشوط الثاني كان مركز على النقطه هذه. طيب بحاله ما شاء الله مياتوفيتش يوسف رجل المباراة، اخترتوه على اي اساس حارس العدالة؟ اكيد مياتوفيتش اليوم انقذ العدالة، معناها من لما كان العدالة في ظروف صعبة، مر بظروف صعبة واللي كان النتيجة يمكن تتضاعف، مياتوفيتش انقذ الفريق، معناها التصديات كانت حاسمة في المباراة، اللي لو خطر كان دخلت الكرة مثلا هذه نتاع هاتم بهبري، فاتوقع ان المباراة خلاص بالنسبة في تقديري انا الشخصي خلاص تنتهي المباراة، لكن هو رجع الفريق. تعرف اللي الحارس هذا حارس ممتاز، حارس جد متميز، كابتن فريق المنتخب مونتينيغرو، معناه يعتبر مكسب كبير للفريق العداله الحارس هذا. احمد بعدين لما يكون نجمك الحارس يعطي الثقه للاعبين، وكان هو يمكن هو اللي رجع خلى العداله واقف الى اخر المباراه. احمد انت في لقطات مختارها او حالات مختارها تقول الشباب في ضغط السلبي هذا ما يوكل ايش، وعلى اي اساس اخترتها؟ صحيح، انا شوف انا بالنسبه مورينو دائما انا اشوفه في الضغط السلبي، في الضغط العالي ضغطه سلبي جدا. وهذا شوف لما نرجع للحاله هذه، اللاعبين الوسط المحورين الارتكاز بعيدين، الاطراف بعيدين، انت ما تقدر تسوي ضغط عالي على الفريق. هل هو محتاج والنتيجه اعتقد 1-0 انه يعمل الضغط هذا؟ هذا السؤال. هو انت ما كان، اذا انت ما تقدر تسويه بشكل جيد ما تحتاجه. لكن هل انت متمرن عليه؟ هذا السؤال، هل انت قاعد تطبقه في المباراه؟ لا في التمرين، لانك انت لو طبقته في التمرين بالشكل هذا، مع احترامي، مع احترامي، اذا هذا ضغط احمد وقفها بالله عليك، وقفها لي 1-0، هل هو محتاج انه يعمل الضغط العالي؟ السؤال على العداله يوسف، ما انت محتاجه، ما انت محتاجه، لكن هل انا السؤال، انت متمرن على الضغط العالي؟ اذا انت متمرن على الضغط العالي ومعلم لعيبتك على الضغط العالي بالاسلوب هذا، فاعتقد انك انت ما يعني ما احترامي، ما في اي تعليق. يوسف ضغط سلبي جدا، المسافات بعيده بين الوسط والمدافعين والمهاجمين، وما كنت تحتاجه اساسا، لان حتى العداله ما هو الفريق اللي يبدا اللعب بشكل جيد، ولا هو الفريق اللي يستحوذ ويدور الكوره، ما كنت تحتاجه يوسف.
كابتن خالد تفضل تفضل. انت هنا هنا ثم حاجه مهمه، معطى مهم يلزم اراه، الضغط العالي. الضغط العالي اهم حاجه باش ينجح الضغط العالي هي الشراسه الذهنيه. يلزم يكونوا اللاعبين في مخاخهم عندهم شراسه ذهنيه باش ينجح الضغط العالي، خاطر الضغط العالي يلزم اللاعبين الكل يركضوا ويضغطوا على المنافس بانتنسيتي عاليه بريتم عالي بشراسه ذهنيه باش يقتنص الكره. اليوم لما انت شفت كامورينو، انت جالس مع الفريق وتعرف فريقك وشفت اللي اللاعبين نتاعك ما كانوش الجاهزيه الذهنيه القصوى، وشفناها هذه من بدايه المباراه، هنا انت يلزمك تتجنب باش تعمل الضغط العالي، خاطر ولي ضغط سلبي. النتيجه 1-0 يا يوسف، النتيجه 1-0، مش محتاج انك تعمل الضغط هذا. حتى ما في مشكل في النتيجه، تقدر تعمله اذا كان خاطر نفس ما قال احمد، كان فريق العداله مش شكل الفريق العالي كثير في بدايه الهجمه، لكن انت كنت اليوم ماكش حاضر، معناها اللاعبين بتاع الشباب تحس شوف معناها ما ينجحوش في الثنائيات للصلابه الذهنيه وكش الشراسه الذهنيه اللي باش تدفع اللاعب يمشي ويكون اجريسيف باش يقتنص الكره ما كانتش موجوده. هنا يلزمك انت تتعامل معناها كفريق عنده تجربه وفريق كبير، يزمو يعرف اللي هو. حتى انت شوف احنا علاش ديما نشيدوا بالهلال، نقولوا الهلال في اسوء حالاته ولكن يفوز، يعرف كيش يسير مباراه. الشباب المعطى هذا ديما يخونوا الشباب، معناها انت كنت سيء اليوم ما كنتش في الجاهز، يزمك تعرف كيش تسير المباراه. نعم. والشيء الثاني كابتن يوسف، انه انت لما تسوي الضغط العالي، وش النقاط المهمه اللي تسوي الضغط العالي؟ انت ما انت بعرف الضغط العالي ما هو في وسط الملعب، انت توجه الكره لجهه معينه حتى تسوي ضغط عالي. واضح ان اجتهادات، واضح انه ما في اسلوب مدرب، والمسافات بين انت حتى لما تسوي الضغط العالي لازم الخطوط اللي تكون متقاربه، الوسط ساند المهاجمين والمدافعين طالعين على وسط الملعب، انت لو ما تشوف الحاله بعيدين بشكل كبير. طيب انا عندي كابتن خالد بالله لو سمحت لو تعطيني فرصة باش نتكلم. أنا حسب رأيي تشخيصي للفريق الشباب، تشخيصي فريق الشباب، المشكلة الأساسية والعويصة في فريق الشباب هي عدم تدوير المجموعة. أنت لما تشوف الشباب دائما لما يكون متأخر في النتيجة ما يردش الفعل، لما يكون محتاج للنتيجة إذا كان ما يسجلش هو الأول معناه يلقى صعوبات خاصة. من يتحملها هذا الرجل؟ يتحمل مورينيو يعني الكلام كله على مورينيو؟ يتحمل مش نقول لك فيش يتحمل شقة كبير مورينيو في أي شيء. مورينيو تحس قتل المنافسة في الفريق. ليش؟ لما أنت مثلا عندك سانتي مينا اللي هو كان بكل صراحة من بدون لغة خشبية ما كان سيء في كثير مباريات، في أغلب المباريات كان سيء، ولكن دائما سانتي مينا يكون موجود في التشكيل. فانت هنا تقتل اللاعبين اللي على الدكه وتزيد سنتيمين تخليه دائما يلعب، معناها تقريبا في فريق الشباب معناها وصل الدكه تقريبا مش مفعله، ماهيش مهمه الدكه نتاع فريق الشباب، خاطر الدكه حسوا انفسهم يمكن اللاعبين نتاع الدكه مش قاعدين ياخذوا في فرصه. خاطر انت في الاخر لما باش تنشط في الشوط الثاني تحتاج للدكه، والدكه جاهزه ذهنيا وبدنيا وفنيا باش يعطيك الاضافه. فلما انت مثلا تجي نتكلم على مثلا المهاجم اللي هو راس الحربه تقريبا الوحيد اللي هو احمد عبده جالس على الدكه واللي هو يوسف وضحت الفكره. والله وضحت الفكره 100% بكلامك. رجل دكه البدلاء غير معترف فيها، والكلام ترى قيل مش من اليوم، من فتره طويله. رجل ثقتي في بعض اللاعبين ثقه عمياء، على راسهم سانتي مينا اللي من المستحيل ان يسجل، سمعتها منك. السؤال الاهم، لماذا الشباب خلال 3 مواسم يبدأ بداية خيالية مع بداية الدور الثاني يكون في هبوط؟ يمكن التدوير شيء مهم. كل المدربين اللي مروا 3 ما عملوا التدوير؟ ما أعتقد. نوعية اللاعبين البدلة، نوعية اللاعبين البدلة، لما تصير عندك غيابات ما يصير عندك نوعية اللاعبين. يعني 3 مواسم الشباب كانوا ينافس ومن ثم هبوط. بداية الموسم يكون على مستوى ثم ينزل. أنا أعتقد أن العامل البدني، نوعية البدلة، الشيء الثاني تدوير وثقة المدرب في البدلة. سريعا يوسف، لماذا وانت متابع للشباب ومتابع للدوري السعودي؟ أكيد هو شوف غياب الدكة معناها غياب الجودة في الدكة، وزاد غياب الفرصة اللي تحس المدربين اللي جاوا للشباب يبدأوا بداية جيدة مع الفريق فيقعدوا مركزين كان على المجموعة 12-13 لاعب. خاطر في البدايه المجموعه هذه تغلطك تعطيك في بدايه الموسم وتكون مجموعه قويه وتفوز في المباريات، فالمدرب يلقى صعوبات باش يغير ولا ما يحبش يجازف باش يغير. فلما المجموعه هذيك نتاع ال 13 لاعب هذيك مستواه ينزل
تجي انت باش تحتاج لعيبه الدكه ما تلقاهمش. صحيح. هذا يعني ينشا على خاطر غياب التدوير، لكن انا اللوم على سوري على مورينو السنه هذه اللي هو علاش قلت لك قتل لعيبه الدكه؟ خاطر ثم بعض المراكز كابتن خالد اللي في بعض الوضعيات يلزمه يحتاج يلعب لاعب من الدكه، فكان يغير المراكز، راس حربه كان ينزل صحيح. جوانكا يلعب راس حرب. صحيح. وهو عنده يمكن راس حربه على الدكه كان يحتاجه في بعض المباريات، كيف مثلا مباراه اليوم لما سنتيمينا كان سيء كان يقدر ينجم. والله ما حيطلع يوسف يوسف, يوسف 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 ما حيطلع، اعطيك منه ما حيطلع، يعني الكلام ترى الرجل يقول لك لا هذا هو الافضل عندي. وحليمه عادت الى عاداتها القديمه. عادت حليمة لعادتها القديمة، هذا هو حال نادي الشباب. من هو المسؤول عن هذه الوضعية التي تعود عليها الفريق بداية الكبار وينهيها وكأنه فريق مبتدئ؟ من رأى الشباب في بداية الموسم ويغيب عن الدور ويرجع يظن بأن الفريق تغير واللاعبون هاجروه، لكن الفريق هو نفسه واللاعبون لم يرحلوا، وإنما طريقة تعود عليها الفريق في الآونة الأخيرة حتى أصبح يعرف بالفريق الغير منافس رغم تاريخه وعراقته في الدوري السعودي. والمشجع الشبابي يريد أجوبة لأسئلته، بداية من الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، من يستطيع الخروج ونوضح أين هو الخلل؟ إلى متى والشباب يعطي صورتين في موسم واحد؟ بداية موسم خيالية وبعدها سقوط بآسيا وتابعه خسارة قاسية بالدوري قد تبعده عن المنافسة على الدوري الذي بات صعب المنال إذا استمر الوضع هكذا. يا شباب بهكذا شخصية لا يمكنك أن تحقق البطولة. بهذه الشخصية الشباب يروح بعيد أحمد؟ أعتقد أنه ما راح يروح بعيد، يمكن حتى الدوري هو آخر فرصة كان له في الموسم هذا بعد خروجه من كأس الملك والبطولة الآسيوية، فأعتقد أن بعد خسارة اليوم صعب المهمة عليه بشكل كبير. إلى الحالات التحكيمية مع الكابتن عبد الله القحطاني لمباراة الشباب والعدالة. كابتن عبد الله مساء الخير. مسي عليك أبو الوليد على زملائنا الأعزاء في البرنامج، على السادة المشاهدين. نستعرض الحالات في مباراة الشباب والعدالة بدءا من الدقيقة 31 وهي حالة إلغاء هدف بداعي التسلل بقرار من حكام الفي اي آر، وهو قرار صحيح وحالة دقيقة جدا رغم أن الحكم والحكم المساعد احتسبوا الهدف، ولكن الكرة لمست قدم لاعب الشباب ومن ثم أتى زميله الذي كان في موقف تسلل. لو لم تلمس القدم كيف؟ لو لم تلمس قدم لاعب الشباب تسلل ولا لا؟ لا، ينظر للحالة هل هي حالة لعب متعمد أو ريباوند، لأنه هنا ما تقدر تحكم اللاعب مضايقة أبو الوليد. هنا اللاعب مضايقة وبالفعل هنا الكرة لمست كعب لاعب هنا الشباب وأتى زميلة أيضا اللي في موقف تسلل ولعب الكرة. حالة دقيقة جدا وفق حكام الفي اي آر في احتساب هذا التسلل وإلغاء الهدف بداعي التسلل، ونؤكد أن الكرة لمست كعب لاعب الشباب قبل أن تذهب إلى زميلة. نذهب إلى حالة أخرى، طبعا هذه الحالة طبعا مطالبة ب هنا في منشأ الكرة بلمسة يد، ولكن نؤكد أن الهدف سجل بطريقة صحيحة. ولماذا؟ لأن الكرة هذه اللمس لم يسجل الهدف بعده مباشرة ولا فورا، ولكنه سجل بعد صناعة لعب. هنا اللمس غير متعمد، هنا يعاقب اللاعب لو الكرة دخلت الآن الجول أو أنها ركلت في الهدف مباشرة، ولكن ما تلاها من فعل هذه يسمونها حالة عرضية، تلاها حالة صناعة لعب لفترات متعددة ومسافة طويلة، لذلك لا يعاقب على اللمس الغير متعمد، والهدف سجل بطريقة صحيحة وتم مراجعته أيضا من قبل حكام الفي اي ار. لمسة اليد لازم تكون متعمدة؟ لو متعمدة هذه ما عليها خلاف، لا بد يلغى الهدف. طيب. نأتي إلى الغير متعمدة اللي هذه هذه لو سجلت في الهدف مباشرة أو ركلت فورا في الهدف تلغى، لكن هذه صناعة كرة بدءا من اطراف منطقه جزاء العداله نهايه بملعب نادي الشباب او بهدفه، لذلك هذا اللمس يسمونه ما خدمته لمسه اليد هذه، ان تجهزت الكره للامام، هذا اللي اقصد.
لا لو انها من يده وركلت وجت هدف، يعني من نفس اللاعب شاتها وجت فورا هدف، هنا تلغى. او صنع، او صنع هدف، او لا الصناعه لا، هذه صناعه هدف. هذه صناعه لا يعاقب عليها لانها تلتها ايش حاله صناعه، اذا تمرير 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 الين سجل. اذا رايك الكابتن عبد الله الهدف صحيح. نعم هدف العداله. نعم الحاله. نعم الحاله اللي بعدها كابتن، نشوف الحاله اللي بعدها. طبعا مطالبه بوجود لمسه يد على لاعب العداله، نؤكد ان الكره اصطدمت بجسم اللاعب، لم يكن هناك اي لمسه يد، حتى لو اصطدمت الكره في اليد الداخليه ما بيكون فيها معاقبه. نشوف هنا ذهبت الى جسم اللاعب اكثر من يده، وحتى لو هناك لمس في اليد في موضع طبيعي لا يعاقب عليه اللاعب في مثل هذه الحالات. نذهب الى حاله اخرى، وهي حالة طبعا احتساب ركلة حرة غير مباشرة لنادي الشباب، وهو قرار صحيح. وطبعا النص القانوني هو أن لاعب العدالة يلعب بطريقة خطرة، وهي عن طريق حجز الكرة بين قدميه. الإنذار للاعتراض على قرار الحكم المساعد رغم أنه قرار صحيح. هذه الحالة لا يحق للاعبين اللعب بهذا الشكل، لأن هذه تسمى حالة لعب خطر حتى على اللاعب نفسه. طبعا نشوف هنا احتسب ركلة حرة غير مباشرة. نذهب إلى الحالة اللي طبعا من خلالها لم يكن هناك تسلل ولم يكن هناك خطأ مرتكب من نادي الشباب، والاستمرار كان قرارا صحيحا، سواء في منشأ الكرة بعدم وجود تسلل أو في قطع الكرة من لاعب الشباب لا يوجد عليها مخالفة، وهي قطع كرة صحيحة. شكرا يا كابتن عبد الله، موعدنا ان شاء الله في مباراه ضمك والتعاون. الى هاشتاج ملعب اس بي سي، هذا من منصور يا احمد، يقول لك كابتن خالد اسال احمد عطيف، هل اداره نادي الشباب اخطات في جلب مورينهو؟ وثاني شيء سانتي مينا لازم يغادر النادي، لا يسجل ولا شيء. اعتقد مورينهو ما كان الخيار المناسب، يمكن هذا اختيار في بدايه الموسم. مينا الكل متفق عليه انه ما هو المهاجم اللي يعول عليه نادي الشباب. هذا من امرك يا نصر. كابتن يوسف يقول عيب اللاعب السعودي فقدان الثقافه الكرويه اثناء سير المباراه وعدم وجود قائد منظم داخل الملعب واللعب العشوائي لكامل المجموعه. يقول ما في قائد والكلام كله عن الشباب. يمكن نتفق معه خاطر في وضعيه المباراه هذه كان يحتاج القائد باش يوجه اللاعبين في الاوقات الصعبه. هذا مازن عبده معطينا معلومة صحيحة، يقول لك إيش قصة الجولة 19؟ الاتفاق سجل هدف بعد 90، النصر قلب النتيجة بعد 90، الطائي سجل، الهلال سجل، الوحدة سجل، الفيحة سجل، واليوم العدالة أيضا سجل. بالعكس شيء جيد ان تستمتع لين اخر دقيقه، ما تطفي التلفزيون. ما تطفي التلفزيون، اي تطفي التلفزيون، شكلك طفيته من بدري. ألف مبروك للعدالة، حظ أوفر للشباب. بعد الفاصل مارتن سيفيليا بالصبر ينتصر على أفكار مورينيو. حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. ترتيب دوري روشن، النصر أولا ب 46 نقطة، الاتحاد ثانيا ب 44 نقطة، الشباب ثالثا ب 40 نقطة، التعاون رابعا ب 34 نقطة، الهلال خامسا ب 33 نقطة من 16 مباراة، الفتح سادس ب 28 نقطة. الترتيب اللي تحت وش اللي صار بعد فوز العدالة؟ الباطن الأخير بست نقاط، الخامس عشر العدالة ب 16 نقطة، الخليج صاحب المركز الرابع عشر ب 16 نقطة، الوحدة صاحب المركز الثالث عشر ب 20 نقطة، الرائد صاحب المركز الثاني عشر ب 21 نقطة، أبا صاحب المركز الحادي عشر ب 22 نقطة. يوسف اللي تحت كل حاط يده على قلبه بعد فوز العدالة؟ أكيد أكيد، الجولتين الأخيرين هذوما غيروا كثير في جدول الترتيب. تعرف اللي الفرق اللي كانت تتوقع اللي هي معناها بعيده على الهبوط، تو حاليا تو تسع فرق في تقديري الشخصي معنيين بالهبوط. صحيح، انا اتفق معه. اليوم فوز العداله خلى الفرق اللي كانت تفكر ان بعدت بشكل كبير عن الهبوط، اليوم العداله رجع الحسابات من اول وجديد،
وانتصار العدالة قرب من الفرق اللي زي أبها اللي كان بعيد الآن دخل الحساب. لا السؤال الحسابات حتختلف الآن أكيد. الحسابات لوين؟ الحسابات للعدالة اللي كان يقول لك الحد أنا أتوقع الحد حتى أبها اللي 21 نقطة و 22 نقطة تقريبا كله الفيحة عنده 23 نقطة تقريبا. يعني أنت لما تشوف من 16 ل 22 ما هو الفرق الكبير، وباقي فرق مباريات تقريبا 11 ومواجهات مباشرة و 11 جولة تقريبا. فأعتقد لا زال اليوم فوز العدالة عاد الحسابات في الخلف. هذا من الأمير الشاعر في عشاق ملعب اسمسية كابتن يوسف، يقول أهداف العدالة نسخة كربونية من بعضها، وكان الهدف الثاني عاد الهدف الأول. هي بصراحة الهدف الثاني مسوي رتويت للهدف الأول، وينو الهدفين مرة ثانية؟ تفضل يوسف. أكيد معناها هما تحولات على كرة ثابتة، تحولات على كرة ثابتة اللي فريق الشباب ما عرفش معناها يتعامل معاهم، وتقريبا الاثنين أهداف متشابهين، تحول على كرة ثابتة. حتى الكرة الثانية دائما لما تلعب الكرات الثابتة، الكرة الثانية ما يعني أنا لاحظت في الشباب هذا الموسم أكثر من مباراة دائما في الكرة الثانية ما في تغطية للكرة الثانية، وحتى في التحول الدفاعي ضعيف جدا، وهذا اليوم شفناه في مباراة العدالة. هدف مش أول مرة تحدث، مو أول مرة، حدثت مباراة التعاون، حدثت مباريات كثير حتى في أبطال آسيا، فأعتقد أن نسخة كربونية الهدفين. طيب الشباب سمعتها ممكن من الاثنين منكم، ضياع الفرص ضياع الفرص ضياع الفرص ضياع الفرص. بروا الأرقام، أكثر الفرق ضياعا للفرص المحققة هذا الموسم. تعرف الفرص المحققة اللي أنت والحارس إلا ضربة جزاء. صحيح. من المتصدر في هذا المشهد؟ الشباب 31 فرصة محققة، يلي الهلال بـ29، ومن ثم التعاون 27، ومن ثم النصر 22، ومن ثم ضمك 20. العام أعتقد الشباب كان نفس الوضع، هو أكثر الفرق ضياعا للفرص المحققة. لماذا يا أحمد؟ أول شيء عامل التركيز أمام الباب، نوعية اللاعبين هذه ما أشوف هذه ما أقدر. هذه الفرصة دي. إيه أنا هذه في بداية المباراة ممكن تغير لك المباراة بشكل كبير. الاستعجال، عدم التركيز، يعني أنا أتوقع زي هذه الفرص هي اللي تحسم لك مباريات كثيرة. زي هذه الفرصة يعني أنت والحارس يعني كان تقدر تتصرف فيها بأي شكل من الأشكال. فأعتقد هي اختيارات لاعبين أو قرارات لاعبين أمام الباب، لكن أحيانا أنت تحتاج أنصاف الفرص عشان تسجل، فما بالك فرص محققة زي هذه وما تسجل؟ أكيد بتصعب عليك مباراة وراح يسجل فيك. هاي يوسف كابتن خالد، هي زادت ترجع للإمكانيات نتاع اللاعبين، إمكانيات نتاع لاعبين خاطر دين. ثم كل ما تدخل في كرة قدم شغل المدرب حتى للبوكس، وفي وسط البوكس هي فلوس، معناها فلوس معناها قيمة نتاع اللاعب المهاجم اللي يكون موجود. فبكل صراحة لما تكون أنت عندك مهاجم نفس سنتيمين معناها إمكانياته بكل صراحة حيجيبون أرقام سنتيمين لك الشباب اللي الآن على بال ما تخلص تلقى أرقام وجاهزة لك الموسم كامل. خاطر أنت لما حتى ندخلوا في مقارنات بسيطة، أنت لما تقارنوا مثلا بإيجالو في الـ في الـ في الـ في الهلال، إيجالو كل كورة يخلص لك، كل كورة يخلص لك المباراة. هذاك مهاجم، هو المهاجم معمول لشيء هذاك، فهمت؟ هذاك الفرق بين المهاجمين. لما تكون أنت عندك واحد كي سنتيمين فرص تقريبا، معناها انت فريق يلعب على الدوري والمهاجم نتاعو راس الحربه نتاعو معناها تقريبا مسجل 4 أو 5 أهداف، اللي هو معناها عدد قليل جدا، معناها كما مهاجم راس حربه اللي يلعب في فريق يلعب على التتويج، واللي هو فريق هجومي، واللي هو فريق معناها يخلق فرص في كل مباراه. فبطبيعه الحال يكون طبيعة الفرص موجود في فريق الشباب كلها متمثله بسنتيمينا. شوف صحيح ان سنتيمينا ما هو القيمة الفنية العالية، ولا هو اللاعب الهداف اللي ممكن يخلص لك، لكن حتى بعض اللاعبين ممكن اليوم شفنا فرص من اغلب اللاعبين، يعني جوانكا، لكن انت اللي يشفع لجوانكا يشفع لكارلوس جونيور انهم هدافين، يعني يسجلون، يعني تجي فرصتين ممكن يسجل فيها، لكن سنتيمينا يحتاج وقت كبير عشان يسجل، يحتاج اكثر من فرصة،
وله القيمة الفنية العالية. في بعض المهاجمين ممكن ما يسجل ممكن يصنع، لكن سانتي مينا ما هو لا هذا ولا هذا. طيب ليس دفاعا عن مورينو ولا شيء، أنا أسأل لو عنده واحد أفضل من سانتي مينا بلعبة؟ شخصية المدرب بالنسبة لي لا، أنا أشوف شخصية المدرب ممكن ما يلعب إلا مينا. ها يوسف من شخصيته، أنا أتكلم عن شخصيته، أما فنيا أنا والله لا أعلم، والله لا أنا أعلم. أنا أقول لك لو شخصية مورينهو أنا أتوقع بيلعب مينا مهما كان. سبب اللغة بسبب الجنسية؟ هذا اللي أنا أشوفه بصراحة. يعني سبب الجنسية؟ يعني صحيح، لأن حتى شوف حتى في جهازية جونيور وجوانكا وأرون يفضلهم عليه على هذا الثلاثي في الأمام. هذه أرقامه، هذا الموسم لعب كم؟ 18 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف، عدد قليل يوسف لمهاجم في نادي الشباب. أكيد أكيد، أنت تلعب معناها عندك مهاجم اللي معناها في فريق اللي يلعب على الدوري يحب يكون معناها في المراتب الأولى، لما يكون أنت رأس حربة متاعك يسجل 5 أهداف من 8 أو من 18 مباراة عدد قليل. تشوف كريستيانو رونالدو في المقابل معناها في عدد قليل من المباريات سجل عدد أكثر من كريستيانو. يا يوسف ايش ربطت الثرى بالثريا؟ سمحنا كابتن خالد، المقارنة تجوز راهو احنا دوم يعني يلعبوا هذه ظالمة، يتنافسوا على الدوري هذه ظالمة. لا بس انا كابتن يوسف بقول لك شيء، انا بقول لك شيء، لما يلعب خليني في الشباب ومحرمة مني انا، وايش لي رونالدو وسانتي مينا؟ أنا بقول لك لا كابتن يوسف، مقارنة فريقين يلعبوا في الدوري يلعبوا أتكلم على رونالدو سانتي مينا. شوف لا تجوز، شوف كابتن يوسف أنا بخلي المقارنة في الشباب نفسه في نادي الشباب. جونيور لما يلعب كمهاجم يسجل ويصنع أكثر من مينا، وهو ما هو بلاعب مهاجم أساس. جوانكا نفس الحكاية، لما يلعب مهاجم يسجل ويصنع أكثر من مينا. اليوم آرون يمكن ما هو اللاعب اللي يشارك بشكل مستمر، اللي اليوم سجل وحاول وصنع. كان يسمع المشكلة كلها في سانتي مينا. لا مش في سانتي مينا وحده، احنا اعطينا واحد معناه مبدا، خاطر انت في الاخر شوف بطولات العالم كله، الفرق اللي تفوز بالدوري دائما تقريبا 80% يكون بطل هدافين يكون ينتمي للفريق هذا، فهمت؟ فلما انت تحب تفوز بدوري وتنافس على القاب يلزم تكون عندك راس حربه يعمل الفرق اللي يسجل لك على الاقل 20 هدف في الموسم. الى الاستفتاء لعمال من فريق الاعداد، ما هو سبب احمد تعثر ابناء الشباب بالخساره امام العداله في الجوله 19؟ 1 ضياع الفرص الجمهور 28%، قوه العداله 33%، اختيارات مورينو 18%، التحضير النفسي 21%. انا اشوف انا يمكن انتقدت مورينو في الفتره الماضيه في الفتره السابقه بشكل كبير، وانا لا زلت عند انتقادي. والشيء الثاني اضيفه ضياع الفرص، يعني الفرص لو سجلت ممكن تتغير مجرى المباراه. كنت تتوقع رده فعل من اللاعبين بعد خساره اسيا ومن النادي ككل بصراحه؟ أكيد. ولا متوقع الشكل؟ لا اكيد انا كنت اتوقع رده فعل اللاعب الكبير واللي عنده شخصيه واللي عنده يبغى يرغب انه يلعب في فريق كبير زي الشباب ويبغى يبحث البطولات. لما تخسر كل البطولات ويتبقى هل الفرصه الاخيره، بتكون عندك رده فعل اقوى، بتكون عندك شخصيه اقوى، بتكون عندك رغبه اقوى وبتقاتل لاخر لحظه، لكن للاسف ما شفنا اي رده فعل. يوسف رسالتك الى اداره العداله برئاسه الاستاذ عبد العزيز المضحي. نقول لهم برافو، يعطيكم الصحة على المباراة هذية، كملوا في مازال الموسم ومازال التحديات كبيرة، مازال 11 مباراة، ألعبوا بنفس الروح وبنفس العزيمة، خلي هذه المباراة تعطيكم أكثر ثقة وإن شاء الله ربي يوفقكم وتواصلوا على الإنتاج الوردي. الأستاذ عبد العزيز المضحي رئيس نادي العدالة مع مراسلنا إبراهيم الخريف. الرسالة واضحة بالنسبة لهم، أول شيء ما في شيء صعب قلنا لهم حقيقة، صحيح نلعب مع فريق كبير جدا الشباب وجاي من آسيا ومقدم أيضا مستويات مميزة، لكن في كرة القدم ما في صعب أبدا. نتائج الأسبوع هذا كانت دليل على ذلك، ولذلك دخلوا بإصرار وعزيمة. صحيح البداية ما كانت بالنسبة لهم كويسة،
حتى رجعوا لوضعهم الطبيعي، بعدين بدأوا يقدمون كرة جميلة جدا. الشوط الثاني أعتقد قدمنا مستوى جيد، المباراة كانت مفتوحة بين الفريقين. أنا أدعم الحكم المحلي بكل ما أستطيع، لأن أهدافي كرياضي سعودي وكمسؤول أنه أشوف حكام سعوديين في بطولات القادمة، بطولة آسيا 2027، كأس العالم 2030، أشوف حكام سعوديين يدرون مباريات في الأدوار المتقدمة وليس بعد في الأدوار الأولية في البطولات. هذا أملي وتطلعاتي. أحيانا يجيك حكم الحقيقة يخرجك من إطار الصبر والحكمة، حتى يعني أخطاء متكررة وأشياء يعني كثيرة جدا، أما أخطاء عادية هذا تحصل يعني. سعيد مبسوط الأستاذ عبد العزيز. مبروك، أكيد مبروك، يستاهل ويستاهل، انتصار مهم وانتصار كبير أمام فريق كبير وفي أرضه. ألف مبروك للعدالة وحظ أوفر للشباب. بعد الفاصل. ضمك في موسم متراجع، خسارة ورا خسارة. الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. التعاون ينتصر على ضمك 2-1 في خميس مشيط. كابتن يوسف على المباراة. المباراة ما كانش، ما بلغتش مستوى فني كبير. التعاون لعب بواقعية كبيرة، تقدم في النتيجة، ردة فعل كانت أفضل شوية من فريق ضمك، لكن افتقد للهوية، افتقد الأفكار في اللعب خاصة في النواحي الهجومية، مع حنكة فريق التعاون اللي عنده لاعبين يجيدوا يتعاملوا مع الوضعيات الصعبة في المباراة، عارفوا كيفاش يسيروا الشوط الثاني، وانتهت المباراة في صالح. أحمد، أنا أتفق مع الكابتن يوسف، التعاون كان مركز محضر راغب في مباراة أكثر، رغم مباراة في ملعب ضمك، إلا أن التعاون كان أفضل على المستوى الذهني التركيز. مباراة ما ارتقت للمستوى المطلوب، لكن ثلاث نقاط مهمة للتعاون. فجاك التعاون وخارج عرضه يعمل الضغط العالي في بداية المباراة. في بداية المباراة ممكن فاجأ الكل إنه بدأ بالضغط العالي. وليه بدأ فيه؟ يمكن حتى يكسب الثقة للاعبين، حتى يرغم الضمك على الأخطاء، وهذا اللي حصل. الضمك ما هو الفريق اللي يبدأ الكرة من الخلف بشكل جيد، فأعتقد أن النقطة هذه بنى عليها بشكل كبير، فعمل الضغط العالي بشكل جيد، سجل منها هدف. هدف الضغط كان جيد. طلعها ضربة رجلية. شوف، أحيان أنت كلاعب ما هو شرط أنك أنت تحاول تبني، حتى لو كانت إمكانياتك عالية، إذا شفت واجهة الضغط عالي أقرب شيء أي ممكن تسويه برا الكرة وتخلص من المشاكل. الهدف هذا بالتحديد، غير أنه الضغط العالي، عدم التركيز من لاعبين ضمك، واللعب كان الأخطاء مستمرة، فأعتقد أن التعاون كانت حضوره الذهني أعلى بكثير. يوسف، على اللي طالع أمامنا اللي هو السيد شاموسكا، وجدت التوليفة الممتازة مع التعاون؟ أكيد، إذا ثم حاجة نوه بها، رو التعاون عنده نخبة من اللاعبين ممتازين جدا جدا. أنا تشوف عنده حارس على مستوى، عنده خط دفاع على مستوى نص ملعب أفضل، يمكن من أفضل نص ملعب في الدوري، وعنده مهاجمين ممتازين، عنده أرقى سريعين جدا، وعنده إمكانيات. فالأدوات المتاحة عند شاموسكا أدوات تنجح أي مدرب. بكل صراحة التعاون عمل الانتدابات وعمل توليفة من لاعبين ممتازة جدا، فبطبيعة الحال باللاعبين هذوما تسهل المأمورية المدرب وتخليه يحقق نجاحات. بوضع سمحان والرشيدي، كان يبحث عن التحولات اليوم بالتحديد في الشوط الثاني. سمحان والنابت، سمحان والرشيدي عفوا.
هو شوف المباريات الاخيره كان سميحان النابت مجلسوا على الدكه وافتقدوا بكل صراحه اللاعبين هذوما في بعض الوضعيات. اليوم لما رجع اللاعبين هذوما عندهم قدره نتاع تهديف، معناها اول حاجه سريعين يقوموا بالادوار الدفاعيه، عندهم تكنيك عالي وعندهم سرعه في التحولات وعندهم القدره في التهديف. فلما تشوف يمكن الرشيد يمكن مسجل اكثر من توامبا الموسم هذا، لو انا معناها ما لو فكرتي صحيح. فاللاعبين هذوما ممتازين جدا، عرف هو كيفاش يوظفهم، يستغلوا المساحات، يعرفوا يقوموا بالتحولات، عندهم تكنيك تاع وضعيات واحد ضد واحد، وعندهم قدرات فنيه في معناها باش يخلصوا الهجمه. بطبيعه الحال لاعبين ممتازين. انا اعتقد لقى الحل في ظل غياب او يعني يمكن غياب مدران مع مهداوي مع كاكو في وسط الملعب، كان يبحث عن الاستحواذ. اليوم يمكن في غياب مدران اتجه للتحولات بوجود الرشيد وسميحان. كل هذا مغلف في العقل المفكر اللي يدير المباراه، مش يدير التعاون. ما شاء الله اي كاكو لاعب انا مميز، انا اعتبره من تصنفه في من التوب 10 توب 10 في الدوري في المحترفين العاشرة، لأنه دائما حاضر، اللاعب على مستوى صناع، اللاعب حتى في مستوى تسيير اللعب في وسط الملعب، لاعب ذكي، لاعب يعرف متى يهدي الرتم، لاعب متى يعرف يلعب للأمام، القرارات دائما صحيحة، التمرير يعرف وين يمرر بالضبط. فأعتقد أنه لاعب حتى لاعب دولي ويلعب في منتخبه. يعني هذه أرقامه في مباراة اليوم، هو رجل المباراة للعلم. كاكو اليوم بعد الهدفين اللي صنعها أمام ضمك أصبح هو أكثر لاعب صنع أهداف من خلال موسم واحد للتعاون. كان ما شاء الله متسيدها جاد الحسين لثلاثة مواسم بعشر أهداف، تسعة تسعة، اليوم وصل للهدف العاشر ولسه بيسوي باقي 11 جولة. لسه كاكو لاعب عنده الإمكانيات، لاعب ذكي، لاعب سريع، لاعب مهاري، فأعتقد أنه راح يكسر رقم جهاد. يوسف، ضمك إلى أين ولماذا؟ ضمك إذا كان مش يقعد بالمستوى هذا، فضمك ولا مقلق الفريق، خاصة مش كان إنتاج كابتن خالد، حتى طريقة اللعب فنيا تحسه متراجع، تحس اللاعبين ما همش في أفضل حالاتهم. ففريق ضمك اللي عودنا الفترة الأخيرة في فترات سابقة اللي هو فريق شرس، اللي هو فريق خاصة في أرضه معناها صعب الميراث، واللي قرب حتى من التوب فور معناها من أربعة فرق. طيب إيش اللي صار له؟ إيش اللي صار من وجهة نظرك؟ أنت لما تسترجع وتشوف مثلا التصريح اللي قاله فاروق الشافعي آخر مباراة لما انهزموا في آخر مباراة، وكان بطريقه معناها مبطنه ضمنيا، اللي هو كان حتى ينتقد في الرسم التكتيكي، اللي هو في بعض الوضعيات يلعبوا بخمسه لاعبين، فتحس اللي ثم يمكن تململ حتى في وسط اللاعبين من الافكار اللي قاعده تطبق، من طريقه اللعب، من الاختيارات. زاد ثم غيابات مؤثره بكل صراحه اليوم، وثم اختيارات زادت تستغرب. اليوم تشوف معناها فاروق الشافعي من بدايه المباراه يلعب راس حربه، هنا تتساءل، معناها تساؤلات كبيره، فهمت؟ ففي تقديري ثم بعض التخبطات في فريق دمك، من الاختيارات، من التغييرات، من طريقه اللعب، من التشكيله اللي يلعبوا بها، فاتوقع لي ثم بعض التخبطات. رزتش يتحمل؟ اكيد اللي هو المسؤول الاول، زي ما امتدحناه في العام الماضي على المستويات اللي قاعد يقدمها، لكن زي ما ذكر الكابتن يوسف تخبطات من مباراه لمباراه قاعد نشوفها، تغيير طريقه اللعب من مباراه لمباراه، عدم الثبات على لاعبين معين مباراه لمباراه، تغيير مراكز اللاعبين. انت ما تتكلمون على مباراه اليوم، تتكلمون على مجمل على الفتره، مجمل الموسم صراحه ما هو زي العام الماضي. ضمك في طريق مجهول. بين ليلة وضحاها تبدل الحال، كان مضربا للأمثال، متميزا ويصنع الفرح من المحال. ماذا حدث له ولماذا تغير؟ من بعد مونديال العالم للمنتخبات وضمك يسير في طريق نهايته غير واضحة المعالم، يحمل بها 22 نقطة ويستمر بالتعثرات وتداهمه الإصابات حتى أصاب الشك والخوف قلوب عشاقه. التعايش مع هذا الوضع لنهاية الموسم والبقاء في الدوري المحترفين، وهذا ما تم الاتفاق عليه.
بمضي الجولات يفقد نقاطا قد يتحسر عليها في نهاية الموسم، حينما يدخل في طريق آخر حساباته معقدة يحسب بها كل صغيرة وكبيرة. وربما في ذلك الوقت قد يكون الأوان فائتا على الحساب. جماهير ضمك تتساءل، إلى متى سيستمر هذا الحال؟ ولماذا لا نشاهد ردة فعل تطمئن المخاوف بسبب موال اعتدنا على تكراره؟ الليلة كلها حزن في حزن، الشباب جايبين تقارير كلها حزن في حزن. يوسف، ما سبب خسائر ضمك المتتالية في دوري روشن السعودي؟ واحد، نهج الإدارة 31%، قرارات رزق 15%، تعدد الإصابات 11%، ضعف أداء اللاعبين 43%. ما ثماش أسباب واحد، هي أسباب متفاهمة في تقديري. أول حاجة قرارات ريزيتش وتعدد الإصابات وضعف الأداء، هذوما ثلاثة هما نجموا يفسرون شوية الوضع اللي موجود فيه فريق دمك الفترة هذه. إيش العلاج؟ أنا بالنسبة لي أشوف أول شيء الإدارة الفنية تتحمل، دائما احنا نحمل صحيح المدرب، لكن أنا أعتقد العلاج أن المدرب، حتى في التقرير ما في أي ردة فعل تلاحظ من المدرب، ما في تحس أنه يبغى يرغب في التعديل. فأعتقد العلاج إذا ما هو اللي المسؤول الفني يرغب في تعديل حال وضع الفريق أو راضي بالشيء هذا، يتبدل إذا ما في ردة فعل من الإدارة الفنية، ما في تغيير للوضع وحسن الوضع عنده بالنسبة له عادي. فأعتقد تغيير مهم. ألف مبروك للتعاون وحظ أوفر لضمك. بعد الفاصل، كأس الملك بمشاركة فرق دوري روشن بجانب أول 14 مركز من دوري يلو الموسم القادم. كثير من الأسئلة على هاشتاج ملعب اس بي سي، هذا من عامر عبد الله ظافر. يا كابتن يوسف، يقول لك سؤالي الكابتن يوسف، أرى نظامك يفتقر المهاجم تقليدي يخلص الفرص داخل منطقة الخطورة للخصم مثل زلايا سابقا. والله زلايا افتقر. أتفق معه 100%، خطر لما تشوف قداش كان مؤثر زلايا في الفريق في السنوات الأخيرة، الثلاثة الأخيرة كان هو عمل الفارق. وافتقد السنة هذه لإصابة دوراتي زاد اللاعب على مستوى عالي. إلى الحالات التحكيمية مع الكابتن عبدالله القحطاني لمباراة ضمك والتعاون. كابتن عبدالله، مساء الخير مرة أخرى. مساء الخير مرة أخرى أبو الوليد. نأتي إلى حالات ضمك والتعاون بدءا من الدقيقة 24، وهي حالة كان لابد أن يظهر فيها الإنذار، لأنه إنذار صريح، وهي حالة مهاجمة بتهور على قدم لاعب التعاون رغم قرب الحكم لما يوفق في إظهار العقوبة الانضباطية. مثل هذه الأشياء لا يمكن التجاوز عنها، ولا بد أن تظهر نظرا لخطورتها. نأتي إلى حالة أخرى، الحالة طبعا وهي حالة احتساب ركلة جزاء خاطئة من قبل حكم المباراة، وتم طلب مراجعتها من قبل تقنية الفي آر، وتم الإقرار بعدم صحتها، والسبب هو أن لاعب ضمك لعب الكرة في يده، ليست حالة ارتداد. نشوف هنا باللقطة اللي بتكون قريبة من المرمى أن اللاعب هنا لعب الكرة في يده، من رجله في يده، حالة لعب وليست حالة ريباوند ولا ارتداد. لذلك الإلغاء كان قرارا صحيحا من حكام تقنية الفي آر. نذهب إلى حالة أخرى، وهي حالة تم تسجيل من خلالها هدف غير صحيح لنادي التعاون الثاني. نعم، وهنا يمكن إجابة على الهدف اللي سجل في مباراة الشباب أبو الوليد. هنا الكرة من اليد سجلت فورا، صنعها اللاعب وسجل فورا، ليس فيها حالة صناعة لعب، وإنما هنا نشوف اليد كانت أسفل وليست في الجزء المسموح، ثم ارتفعت إلى الأعلى، وإحنا جبنا لقطة أمامية وخلفية لوضع الكرة وسجلت فورا في المروة. هذا الهدف يلغى لأن التسجيل تم فورا من لمس اللاعب للكرة. نشوف هنا جبناها من الأمام ثم الخلف، تؤكد أن الكرة في الجزء الغير مسموح، وتم تسجيل هدف فورا ويلغى هذا الهدف
لأن الكرة غير متعمدة ولكنها سجلت فورا. نأتي سم تكمل عليها ولا لا؟ اللي تبي. طيب لا خلصت رأيك القانوني فيها؟ نعم. رجع للفار فيها؟ طبعا رجع للفار وحسبها؟ للأسف أنه حسبها. لا يبي لهم نظارات. نعم طبعا يبي لهم نظارات. أنا نظري ضعيف أنا ترى بس عدسات. يبي لهم نظارات ناقص خمسة. والله ابو وليد حنا شوف احنا الدليل هنا عندنا وين بدايه ارتطام الكره كانت في الجزء الغير مسموح اللي هو اقل من اللي هو الجزء اللي تم السماح فيه. هذه اللقطه التي تظهر لنا ان ظهر لقطات مخالفه من تقنيه الفي ار او زودت اللجنه ما في مشكله ان بس واضحه لمسه اليد 100%. نعم هذا التصوير اللي وضح لنا من الناقل ابو الوليد. هذا شيء امامنا واحنا حاولنا نجيب اللمس من الامام ومن الخلف بصورتين يعني متعاكسة. بنشوف هنا الفنيين هنا ما قصروا. هنا نشوف اللمس الأول من الأمام ثم يأتي ما تكون لمسة جسمه مثلا حتى لمسة جسمه ويده يعتبر لمس غير متعمد. حنا نتكلم عن اللمس الغير متعمد أبو الوليد هو اللي لكن اللمس المتعمد ما في خلاف. نشوف هنا ونشوف كيف الجهة الأمامية أبو الوليد. هذا اللي ظهر لنا أن الكرة كانت لابد أن تكون أكثر مراجعة في الدقة. نذهب إلى حالة أخرى. طبعا هنا حالة مختلفة تماما عن الحالة ركلة الجزاء اللي اختلفت. هذه حالة الاصطدام وليس لعب كرة. هنا الكرة اصطدمت برجل اللاعب وانتقلت إلى يده التي كانت في حالة تكبير. نشوف اللي لعب الكرة هنا لاعب ضمك في قدم لاعب التعاون وانتقلت إلى اليد اللي كانت مكبرة الجسم. هنا كان لابد على حكم المباراة أن يحتسب ركلة جزاء وهذه ليست حالة مشابهة لحالة لاعب ضمك. هذه حالة ارتداد الكرة في اليد اللي كانت مكبرة الجسم. حكام تقنية الفار حاولوا يساعدون الحكم في التفريق مع الحالة ولكن للأسف الحكم لم يوفق في قراءة الحالة بالشكل الصحيح. شكرا يا كابتن عبد الله يعطيك العافية. والله رسالة إلى لجنة الحكام افحصوا نظر الحكام. انا نظري ضعيف ترى افحصوا نظر الحكام اذا الحالة هذه. ها شكرا كابتن عبد الله. اذا الحالة هذه ماخذها بيده ورجع للفار يعني هي ممكن يكون غلطانين ترى احنا ممكن يكون في زاوية ثانية زي ما قال ممكن اللي امامي بس ان ترجع للفار وفي اذا في قانون يثبت هذا الشيء فاعتقد انه في اشكالية. إلى الهاشتاج ملعب اس بي سي مرة أخرى يوسف هذا من ناجم طيري يقول لك العدالة أعطى للشباب درسا في المرجلة تخاذل واستهتار من بعض لاعبي الشباب. المدرب يجامل جوانكا ولا يملك شيء. هناك من لا يستحق تحقيق بطولة. يوسف شو سؤال من؟ السؤال يقول لك ليش لعب جوانكا؟ جوانكا بكل صراحة يسحق باش يلعب. جوانكا من أفضل اللاعبين اللي في الشباب. طيب هذا من عامر عبد الله أحمد يقول لك اسأل كابتن أحمد لطيف هل انشغال إدارة الشباب بأمور خارج الملعب ومناكفات غير مهمة هي من تسبب في ابتعاد الشباب عن المنافسة؟ لا ما له دخل. الإدارة شغلها غير الشغل الفني غير. أحدث يعني سنة الإدارة السنة هذه كيف؟ أحدث سنة ايوه وغير شغله حتى لو هذا شغله الإدارة شغله برا الملعب. احنا نتكلم عن داخل الملعب الشغل اللي قاعد نشوفه داخل الملعب فنيا ما في. جماهير الشباب بعد المباراة ما ادري ايش اقول صراحة يعني عدالة يعني باخر الترتيب وبيفوز عليكم ملعبك وبين ارضك وجمهورك. يعني في لاعبين من النوعيه ما يخدمون الفريق مثل ارون بوبنزا ذا لاعب استعراضي. انت لو متارك لو تارك فابي مارتينيز افضل منه بكثير لو تارك سيبا افضل منه بكثير لكن هارد لك والله ما صار شيء بس البلطان صامل على المدرب. يعني من كاس الملك طالع من المدرب نفسه صامل عليه تبتل عليه. تحطيم المعنويات بعد ما خرج من الاسيويه المدرب سيء. طلبنا فيه كذا قبل كذا انه يتغير من بعد مباراه الهلال واضح المستوى سيء. ما في صانع لعب ظهير ايمن ضعيف يعني امور كثيره لكن الحمد لله على كل حال. مدرب لا لعيب يلعبون متعب طلعنا من امام الدحيل والحين طلعنا من مباراه الشباب اغلاط ما هي فائده. مدرب ما عنده قناعات ابدا يسوي اي ما عنده مشي المدرب ابدا. مدرب ما عنده اي حلول. ما ادرك انا اشجع الشباب ولكن ممتاز بالنسبه للعداله. لعبه صح. الله اخي فريق تعبان هجوميه ما فيه
دفاع ما يعني شوف السبب اليوم ما في حلول هجوميه نهائيا، ما في حلول هجوميه. جوان كان ما ادري ايش فائدته في الملعب صراحه، تمريرتين كلها غلط، فاولات لنا، مرتدات، وين التكتيك في الملعب؟ هجوم كبير على ما مورينو مدرب الشباب احمد، كله كان مورينو 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 على إدارة الشباب، اخطات بعدم الغاء عقده من بعد كاس الملك. شوف هو بغض النظر عن الالغاء او الابقاء، هو البديل ما يعني كان في وقت عندك فترة توقف ممكن، بس كان وقتها الشباب كان متصدر فصعب انه يلغي. لكن انا تكلمت بالتحديد عن مورينهو في ثلاث اشياء. اول شيء كأسلوب فني داخل أرضية الملعب ما في الأسلوب يعني تتخذها، هي نوعية لاعبين، عنده لاعبين مميزين، نوعية لاعبين قاعدين يسيرون المباراة على شكل، الأخطاء تتكرر من مباراة لمباراة، فأعتقد شخصيته هو مع اللاعبين تعكس داخل أرضية الملعب. حسن الحبيب لاعب العدالة مع مراسلنا إبراهيم الخريف. صححنا الأخطاء، الرسم التكتيكي تغير، لعبنا عندنا يعني آمنا بأنفسنا، عندنا إمكانيات صراحة، اللهم لك الحمد الشكر، ثلاث مباريات طلعنا بنقاط تعطينا دافع لقدام إن شاء الله. والله أبو محمد ما مقصر معانا صراحة، دائما يحفزنا صراحة وما يقصر والله، ورب من ناحية الرواتب، من ناحية الكلام الإيجابي، من ناحية المكافآت أول بأول صراحة، اللهم لك الحمد الشكر، هذا يعطينا دافع صراحة. ايش طلب منكم المدرب في المباراة بالتحديد؟ والله طلب منا ان نلعب ونستمتع، يعني مثل ما قلت كان عندنا كواليتي، يعني نقدر يعني ان نجاري الشباب، مو صعب في ملعب. نقاط الضعف اللي طلبها، نقاط الضعف ان الشباب دائما يطلع على منطقه الخصم، دائما عنده مصيره التسلل، دائما يطلع يعني فوق، الاظهره دائما زايدين، يضمون اثنين سناتر، المحاور دائما زايدين، نلعب من خلف المحاور، نلعب من خلف الاظهره، الحمد لله رب العالمين شفت الاهداف جات. شبيه احمد عطيف اللي هو حسن الحبيب لخص لنا الشباب، يقول كله طالع قدام ولعبوا خلف المحاور، فريق بيهاجم ما يدافع. شوف هذا يدلك عن مدرب العداله اشتغل الفتره الماضيه، وين نقاط الضعف وين نقاط القوه في الشباب. يلا خلص اليوم الكروي اللي فيه كذا خبر سريع جدا. كأس الملك كان في اجتماع في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كأس الملك يوسف المناعي الموسم القادم 23-24 سيكون من 32 فريق، 18 نادي من دوري روشن و14 نادي من دوري يلو. الزيادة القرعة موجهة في دور 32، دور 16 لن تكون القرعة موجهة، سيقابل أي فريق في فريق. الزيادة مفيدة يوسف؟ أكيد مفيدة، وهي معناها كأس غالية معناها على كل الفرق، وتعرف حتى في العالم وكل يمكن أن تذهب في بلدان أخرى مثلا فرنسا حتى الفرق الهاوية تشارك في الكأس، فأنا نتمنى حتى في المستقبل نشوف الفرق الكل تشارك في الكأس. الكل الفرق أعتقد 100 وكم 82 ما شاء الله. ليه لا صدق؟ أول شيء هو شرف كبير أن تلعب على كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين، أي نادي يتمنى أنه مجرد المشاركة، فهذا نقطة إيجابية. الشيء الثاني زي ما ذكر الكابتن يوسف، المشاركة إيجابية وحتى تساعد في رتم المباريات. إلى خبر آخر، كأس أمم آسيا 2023 اللي في قطر حتكون في 24، القرعة في 11 مايو، موعد البطولة من 22 يناير إلى 10 فبراير 2024. قطر مفتاح خير لنا إن شاء الله يا رب، وهذه البطولة يعني يمكن المنتخب الأول، أي المنتخب السعودي يعني من فترة ما حققها، إن شاء الله أن تكون هذه البطولة ترجع للمنتخب السعودي، يرجع المسار ويحققها، لأن نحتاج حنا كمنتخب نحقق هذه البطولة، وإن شاء الله قطر باب خير إن شاء الله يكون لنا دائم يا رب. قطر بحول الله باب خير لكرتنا القدم السعودية، وإنجازاتنا بحول الله تستمر. تعليق أخير يوسف أحمد، نبدأ معك يوسف. شكرا كابتن. شكرا أحمد. شكرا يعطيك العافية. شكرا، يعطيكم ألف عافية، وتصبحون على خير لأهل العدالة. ما يحلوكم.